السلام الله عليكم، تحية طيبة مشاهدينا الكرام ومتتبعي قناة حياتك الآن. مرحبا بكم في فيديو جديد ويوم جديد وعمل جديد. اليوم كما كتشوفوا إن شاء الله مشينا نصبنو في الواد أو لاي سبين بالطريقة التقليدية القديمة المعروفة والمشهورة لهذه المناطق الزروالية التوناتية. كما كتشوفوا الواد تبارك الله باقي فيه الماء، خيرات مولانا. وهذا الواد هو من أكبر الوديان في إقليم تونات، وهو يصب ويكب في ساد الواحدة المعروف والمشهور. كما كتشوفوا هذا الواد فيه الماء، خير تبارك الله، اللهم بارك وزيد في ذلك الخير تبارك الله ما شاء الله.